فيما أكون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزن دار الغرور وما وكل مرزية ومعدن البؤس واللأواء والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن تبيد ما جمعت تهين من رفعت تضر من نفعت في سالف الزمن النفس تعشقها والعين ترمقها لكون ظاهرها في صورة الحسن سحارة تحكم التخيل حتى يرى كأنه الحق إذ كانت من الفتن إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستدين المركب الخشن وذو الحجى يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذة الأقذار في الدمن يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن فيما أكون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من حزن